الشابتر الجديد من مانجا وان بونش مان بدأنا نشوف ان منظمة الابطال خلاص بتنهار، ودلوقتي في منظمة جديدة سرية قاعدة بتضم ابطال جداد ولسه عمالين نستكشفهم واحدة واحدة. اتعرفنا على اتنين منهم في الفصل ده واللي هو رايدن واكسل. لا وزيادة على كده ممكن نشوف ابطال احنا عارفينهم اوريدي في المجموعة اس، نشوفهم بينتقلوا للمجموعة الجديدة دي. زي ما شفنا ممكن جينوس وممكن سايتاما ينضموا للمنظمة الجديدة دي. ازيكم يا جماعة، معاكم نرد الانمي. فصل جديد من مانجا وان بانش مان، فصل جميل ومليان حاجات كده صادمة نوعا ما. الحاجات دي ممكن تغير لينا قصة وان بانش مان بشكل كبير جدا. خلاص احنا بنشوف ان منظمة الابطال بتنتهي، ودي حاجة ضخمة جدا في القصة. وحقيقة ان احنا بنشوف ابطال جداد وبنشوف ابطال بينتقلوا للمنظمة الجديدة دي، ده معناه ان في حاجات كتيرة هتحصل مثيرة جدا في القصة بعدين. متحمس جدا ابدأ في الشابتر، ولكن في الاول ما تنسوش تشتركوا معانا عشان هنا بنتكلم عن كل حاجة في مانجا وان بانش مان واي حاجة مثيرة في عالم الانمي والمانجا. فخليك معانا في رحلتنا وما تنساش تصل على النبي. ولا نبدا على طول؟ في الاول بنشوف تاتسوماكي جالها اتصال على اساس ان هي تعمل اعلان ان هي بتطلب ابطال جداد يقدموا في منظمه الابطال. في الاول كانت رافضه الموضوع وبتقول ان كل اللي هيجوا دول عباره عن ناس سخيفه عشان هم جم للمنظمه من خلال اعلان. ولكن المثير والجميل جدا ان هي بتفتكر كلام سايتاما، فده يدل لينا ان لا، اللي حصل بينها وما بين سايتاما فعلا غيرها كتير جدا. بتشوف ان هي بتفتكر ساعة ما كان بيقول ان في وقت من الاوقات ما كانش قادر يهزم وحش بمستوى زي، فدلوقتي نوعا ما هتبدأ تقدر الناس اكتر وتديهم حقهم. وفعلا بتشوفها ان هي رايحة تعمل اعلان، ولكن بتشوف ان هي بتعمله بالاسلوب الخاص بتاعها. قعدت تستعرض قوتها كده على اساس تخوف كل اللي هيجوا، ولكن الصادم جدا ان الاعلان طلع بالمنظر ده، طلعوها بشكل سخيف ولطيف جدا. تاتسوماكي بتتصدم وبتعرف ان هم عملوا الاعلان ده بالاي اي او الذكاء الاصطناعي، فطبعا بتتعصب جدا وبتشوف ان فوبوكي الاعلان كان عاجبها، ولكن تاتسوماكي طبعا مش راضيه. وبنعرف ان اللي انتج الاعلان ده كان هو الاماي ماسك. المهم بننتقل للقطه جديده كده، وبنشوف بقى البطل الجديد اللي اسمه اكسل. بتشوف شيزوكا واللي هي مستكشفه ابطال جايه من جمعيه الابطال جايه وقاعده تكلم الاخ اكسل ده عشان تضمه للمنظمه، ولكن بتشوف ان هو بيقول مستكشف اخر، فواضح ان هي مش اول واحده تجيله فعلا. هنرجع لإكسل بعدين، ولكن بنروح للقطة ومدراء منظمة الأبطال قاعدين مع بعض وبيتكلموا عن نجاح الإعلان الجديد بتاعهم وإن هو فعلا أثار إعجاب الناس، وبيقولوا برضو إن هما نجحوا في التستر على الفوضى اللي حصلت على أساس إن تاتسوماكي خلاص هي كانت فعلا بتقاتل وحوش بتهديد شيطان. وطبعا بيشكروا ماكوي لأن هو اللي عمل كل الكلام ده، ولكن بيقول هذا كله لأجل الجمعية. ولكن الابتسامة بتاعته دي توضح لنا إن هو خبيث جدا جدا، وان هي مش كل ده بيحصل للجمعيه ولا حاجه. في احتمال برضو ان هو يقصد جمعيه تانية غير جمعيه الابطال، ممكن يكون بيقول لاجل جمعيه معينه هو عاملها، ولا في حاجه سريه بتحصل خلف الستار احنا لسه هنستكشفها بعدين. ولكن اللي متاكدين منه ان الاخ ماكوي ده شخص مثير وشخص وراه كلام كتير هيكشف لينا حاجات كتيره جدا في القصه بعدين. المضحك بقى ان احنا بنشوفهم بيشككوا بالفارس المعدني او الميتل نايت او اللي هو دكتور بوفوي، بيقولوا ده فشل في كل حاجه. الروبوتات اللي شفناها في اول خالص في بداية الارك بتاع قتال سايتاما وتاتسوماكي لما سايتاما دمر كل الروبوتات، بيقولوا ان الروبوتات دي تدمرت تماما، وحتى المبنى اللي كان بيقول عليه انه اسطوري وبتصميم خرافي وكل الكلام ده اتحطم تماما. فبالتالي بدأوا يشكوا فيه، والثقة شكلها هتنزل بشكل كبير جدا. ولكن طبعا هما مش عارفين اللي عارفه دكتور بوفوي. دكتور بوفوي جايب صور سايتاما كلها وعمال يقول تبا لك ايها الاصلع. لغاية دلوقتي يا جماعة احنا ما تعمقناش طبعا في شخصية دكتور بوفوي، وبرضه ما عرفناش علاقته مع سايتاما هتبقى ازاي. لغايه دلوقتي هي سطحيه جدا. كل اللي يعرفه دكتور بوفوي عن سايتاما هو ان شخص جاي وعمال يدمر في الحاجات بتاعته. اكيد في يوم من الايام هنشوفه بيحاول يبحث وبيحاول يقرب اكتر ويعرف مين هو سايتاما ده، ولكن الموضوع شكله مطول حبتين. منظمه الابطال لسه عمالين يكملوا كلامهم وبيقولوا برضو احنا بدانا نشك في تاتسوماكي لان التعامل معاها صعب جدا. الموضوع اشبه بانك بتتحكم بقنبله موقوته، كده كده لو قدرت تتحكم بيها في وقت معين مش هتسمع كلامك في وقت تاني. يعني بكل بساطة مدراء منظمة الأبطال بدأوا يشكوا في الأبطال، والأبطال أصلا بدأوا يشكوا في مدراء المنظمة. يعني المنظمة بتتفكك واحدة واحدة. بتشوف ان هم بيتكلموا، طيب ايه اخبار الاعلان الجديد؟ مش جاب ابطال جداد ومش المفروض يكون في متقدمين جدد؟ بتشوف ان هم بيقولوا ايوه الاعلان اتشهر وكل حاجه، ولكن ولسه ما كملناش وهنعرف ولكن ايه بعدين. بننتقل ونرجع تاني بقى للبطل اكسل. بتشوف بقى ان المستكشفه دي عماله تحاول
يقنعه ان هو ينضم للمنظمة. بتشوف ان هي بتقول ان الوحوش الاقوياء بدأوا يظهروا واحدة واحدة وبدأنا نفقد كتير من ابطالنا، والموضوع صعب ان احنا نعتمد على ابطال الفئة اس فقط، فبالتالي احنا عايزين نجدد ونضم ابطال جداد للمنظمة. ولكن بتشوف بقى ان الاخ اكسل واللي بنعرف ان هو زعيم لمنظمة صغيرة كده اسمها مجموعة الصيادين، هما صيادين وشغالين كابطال برضو، مش المقصود هنا ان هما صيادين ابطال زي جارو، لا طبعا. بتشوف بقى اكسل نوعا ما بيستهزأ بالمنظمة وبيقول ان سائد ابطال واحد عمل لكم مشكلة كبيرة جدا، فبالتالي مع كل الفلوس دي والتبرعات وكل الابطال ما كنتوش عارفين تسيطروا على الموضوع البسيط ده. لكن طبعا ده من وجهة نظره هو ومن وجهة نظر العامة في عالم وان بانش مان، ولكن من وجهة نظرنا احنا عارفين ان جارو كان قالب الدنيا والموضوع ما كانش بسيط خالص. المستكشفة بتكمل كلامها وبتقول ان احنا عايزين نضم كل اعضاء الفريق بتاعك اللي اسمهم الصيادين او الهانترز اللي مكونين من 53 متطوع مدني. وبتكمل كلامها وبتقول المفروض انكم اقوياء لانه انتوا بالفعل هزمتوا قبل كده وحش ولكن بمستوى شيطان. اكسل بيرد هنا وبيقول ان احنا عددنا 48 وفي 5 منا ماتوا بسبب المواجهة مع الوحش اللي كان بمستوى شيطان ده. بتحاول تقنعه اكتر وبتقول هنقدم لكم كل التأمينات الطبية وهنساعدكم بمعدات القتال وكل الكلام ده، ولكن بتشوف ان هو ما زال مصر على الرفض. ولكن بتقول له حاجه مثيره جدا، بتقول له لو انضميت لينا فهتبقى في الفئه اس. ولكن خلينا نقف هنا ونقول هل فعلا الشخص اكسل ده او البطل اكسل ده يستحق فعلا يكون في الفئه اس؟ اتوقع بعيده جدا. طبعا احنا لسه ما نعرفش اي حاجه اتجاهه، ولكن اتوقع ان هي مبالغ فيها نوعا ما، وهي بس بتقول له كده عشان تضمه عشان يكسبوا ناس اكتر. يعني حاجه زي كده تعرفنا ان فعلا منظمه الابطال في مشكله كبيره لدرجه ان هم يروحوا لاي بطل ويقولوا له هتبقى في الفئه اس. ولكن اكسل بقى هنا بينفجر وبيرفض كل حاجه وبيكشف منظمه الابطال على حقيقتها، بيقول ان اهتماماتكم حاجه تانية خالص وكل اللي عايزينه انتوا الفلوس وكل الكلام ده، لدرجه ان انتوا استغليتوا مبنى المنظمه الجديد في انكم تخلوا الاغنياء يقعدوا فيه، وكمان بتشغلوا الابطال كحرس في المبنى ده عشان يحرسوا الاغنياء اللي قاعدين هناك. المستكشفة هنا بتيأس وبتعرف ان الموضوع خلاص مفهوش امل، فبتشوف اكسل بيكمل كلامه وبيقولها شوفي انت مش مهتمة اصلا بالموضوع، وبينصحها ان هي تشوف شغلانة جديدة. عشان ايه بقى؟ بيقول عشان منظمة الابطال مش هتستمر لفترة طويلة. ايه سبب الكلمة اللي قالها في الاخر دي وليه فعلا هو متأكد ان منظمة الابطال مش هتستمر؟ هنعرفها بعد المشهد اللي جاي. المشهد اللي بنشوف فيه مستكشف تاني برضو رايح لبطل جديد، ولكن البطل ده شكله مثير حبتين. بتشوف ان هو بطل سومو فايز 700 مرة ومخسرش ولا مرة. نفس الكلام برضو بتشوف ان المستكشف بيقول له ان احنا محتاجين قوتك، ونفس الكلام اللي قالته بالظبط، وهتبقى برضو في الفئة اس وانت فعلا تستحق تكون في الفئة اس. ولكن بتساءل بقى هل البطل ده فعلا ممكن يكون بنفس قوة ابطال الفئة اس؟ ما نعرفش لغاية دلوقتي، ولكن ممكن، ليه لا، ممكن يكون فعلا قوته تضاهي ابطال الفئة اس. المهم بتشوفه بقى ان هو فعلا بيرفض برضو كل حاجة، ولكن بيقول عشان انا عندي عرض مسبق. بيقول بوقت ليس بعيد سيتم الاعلان عن جمعية ابطال جديدة. وبتشوف بقى ان الموضوع انتشر جدا، وبنكمل الحوار على عدة مشاهد. يعني في المشهد اللي جاي بنكمل الحوار بتاع مدراء منظمة الابطال، وبنعرف ان سبب عدم وجود متقدمين جداد في المنظمة هو ان في منظمة جديدة دلوقتي. بنرجع تاني لاكسل وبنشوف ان هو بيقول لها ان في منظمة جديدة سرية، وبيقول ان المجموعة الصيادين واللي المفروض ان هو رئيسها في كتير منهم هينضموا للمنظمة دي، وكتير من الشركات الرعاية لجمعية الابطال هينتقلوا برضو للمنظمة الجديدة دي، ده غير ان تم التواصل بالفعل مع ابطال من الفئة اس بشكل سري. وبيخلص الحوار مع جينوس. بتشوف ان جينوس مع دكتور كوزينو، وواضح انه بيعمل له تجديد جديد خرافي المفروض يكون اقوى من اي حاجة قبل كده. بيكلمه وبيقول له هل تخطط لفعل ده فعلا يا جينوس؟ هل ده عشان انت قلت لي قبل كده انك شاكك في جمعية الابطال؟ فجينوس كان هيبدا يقول حاجة ولكن بيتم اقتطاعها على طول. فواو حرفيا كده منظمة الابطال هتنهار تماما، لان لو جينوس راح للمنظمة الجديدة اتوقع 100% سايتاما هيروح معاه، ده غير وجود ابطال جديدة، واكيد الاتنين اللي شفناهم دول مش هما الوحيدين اللي هيكونوا في المنظمة دي، اكيد هنشوف شخصيات كتيرة جدا. ده غير برضو ان انا حاسس ان سبب وجود المنظمة الجديدة دي هو الطفل الامبراطور اللي شفناه في اخر الفصل اللي فات، ممكن يكون هو السبب وراء انشاء المنظمة الجديدة دي. ولكن الموضوع حماسي جدا، لان زي ما قلت لكم دي حاجة هتغير كتير في احداث وطبيعة الاحداث في مانجا وان بانش مان.
طبعا لغايه دلوقتي كل حاجه سطحيه ومش متعمقين جدا في المجموعه بتاعت الابطال الجداد دول، ولكن اتوقع الشابتر الجديد هنتعرف على كل الشخصيات اللي راحت هناك واسم المجموعه الجديده دي، وبعديها بقى اكيد هنشوف كل الابطال الجداد اللي ظهروا دول هيبداوا يعملوا مهام وهيروحوا بقى المفروض للمجموعه اللي اسمها تسوكويومي. فالخلاصه فصل جميل جدا ويوضح لينا ان لا في احداث ناريه برضو هتحصل في الشابترات الجديده. وبس يا جماعه انتظروا فيديو جديد هنتكلم عن مانجا سايتاما والكيان المثيره جدا، لو نزل فيديو هتشوفوه من هنا، او يا اما روح شوف ملخص حكايه ماش واللي هو شبه سايتاما بشكل كبير جدا. وطبعا مستني كل ارائكم في الكومنتات، هل انتم متحمسين للمنظمه الجديده والشخصيات الجديده وكل الكلام ده، ولا ايه رايكم بالظبط؟ وكالعاده ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، الكلام ده بيفرق جدا يا جماعه. وكان معاكم نرد الانمي.